رح نتحدث هلأ عن إطلاق فعاليات مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية 2016 وموضوعها لهالسنة المواطن الفاعل تحت شعار بادر لقوة وطنك. لنتحدث أكثر عن هالموضوع مشرفينا بالاستوديو معالي الدكتور عاطف عضباط وهو رئيس اللجنة العليا لمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك. وأيضا سعادة الدكتور صالح الخلايلة رئيس اللجنة العلمية لمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية. نورتونا. أهلا وسهلا فيكم بدنيا. أهلا وسهلا فيك معاليك. المسابقة من 1995 لو سمحت تحكي لنا عن المسابقة في هذا العام، عن المسابقة بشكل عام، ويعني شو رؤية المسابقة لهذه السنة؟ في البداية صباح الخير لوطننا الجميل ولقيادة وطننا ولا مجتمعنا الأردني بصورة عامة وإلكو أيضا. الله يخليك، صباح الورد. ونشكركم كتلفزيون وطني حقيقة على طرح هذا الموضوع. المسابقة كما أشرت يعني بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بن طلال المعظمة، أطلق الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في عام 1995 هذه المسابقة بهدف رئيس وهو تعزيز قيم ومبادئ وممارسات المسؤولية الاجتماعية. نعم. إحنا كأفراد في هذا المجتمع عندنا مسؤوليات تجاه أنفسنا وأسرنا، لكن أيضا عندنا مسؤوليات تجاه المجتمع الكبير. إذا جاءت هذه المسابقة حقيقة لتحفز سلوكيات ومبادئ وقيم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع. نعم. وحقيقة هذه المسابقة تميزت بصورة نوعية عن غيرها من المبادرات، أنه راحت ذهبت إلى يعني القطاع الأوسع في مجتمعنا وهو قطاع الطلبة. لذلك يشارك في هذه المسابقة سنويا حوالي 600 إلى 650 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة. هذه بنعتبرها مشاركة مباشرة، لكن هؤلاء الطلبة لهم أسر، عندما يحصلوا على قسائم المسابقة يذهبوا إلى أسرهم ويناقشوا. إذن حقيقة هذه المسابقة تصل إذا صح التعبير إلى كل فئات مجتمعنا الأردني. وحقيقة ما يميز أيضا هذه المسابقة أنها من الألف إلى الياء كما يقال تطوعية، ابتداء من العاملين فيها سواء كنت رئيس لجنة أو أعضاء اللجان أو جميع العاملين، هي عمل تطوعي بحت، عمل يعكس مبدأ وسلوكيات المسؤولية الاجتماعية. وحقيقة الريع الذي يأتي من هذه المسابقة أيضا يذهب للمجتمع وخاصة لفئة عزيزة علينا وهي فئة الأشخاص المعاقين. الريع بكامل ويذهب إلى مدرسة الرجاء لتعليم الأشخاص المعاقين سمعيا في الرصيفة، لمركز مؤتة للتربية الخاصة في محافظة الكرك، إلى جميع وحدات العلاج الشلل الدماغي للأطفال في كل المملكة، بالإضافة إلى غرف مصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم. إذن هذه المسابقة هي نموذج حقيقي وطني رائد للمسؤولية الاجتماعية، والريع الذي يتأتى من هذه المسابقة يذهب لأفراد المجتمع. أيضا هذه المسابقة ما يميزها أنها لا تكلف موازنة الدولة أي شيء، جميع الأعمال تطوعية وجميع مصروفات المسابقة تتم من خلال فاعلين خير سواء كانت مؤسسات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص أو قطاع أهلي. نعم. لذلك هي نموذج متميز لهذه الفكرة. النقطة الأخيرة حقيقة أيضا بالإضافة لما تقوم به لدعم الفئات المعاقين، أيضا الجوائز اللي بتقدمها هذه المسابقة تحفز الطلبة. عندما الطالب يستلم جائزة تبدأ من 50 إلى 2000 دينار لها دلالات، وهذه الجوائز أيضا لا تشكل أي ضغط على موازنة الدولة الأردنية، وإنما تأتي من فاعلين خير. وهؤلاء عندما يعرفوا فاعلين الخير أو المتبرعين بأنه ما يتبرعوا به يذهب للطريق الصحيح، كل عام يكونوا مدفوعين بصورة أفضل للتبرع. لذلك باختصار هي مبادرة وطنية بامتياز استطاعتنا تعمل أثر في المجتمع من خلال حجم المشاركة ومن خلال الآثار اللي بتتركها على هذا المجتمع. نعم. نعم. جميل. يعني دكتور عاطف، نرجع نحكي أنه من 21 عام والمسابقة بتطرق للعديد من الموضوعات. نعم. كل هاي الموضوعات كانت تمس احتياجات المجتمع الأردني وأيضا تطلعاته. نعم. وفي السنوات الأخيرة الماضية خلينا نحكي يعني تطرقتوا للحفاظ على البيئة، لموضوعات مثل الحفاظ على البيئة. نعم. مثل تبديل النفايات أو تدوير متأسفة. نعم. النفايات، الطاقة الشمسية، المواطنة. نعم. وغيرها. السنة إيش موضوعكم وكل سنة كيف تختاروا الموضوعات؟ نعم. أيضا حقيقة هذا سؤال جيد ست روان. يعني إحنا نتفاعل مع المجتمع في ضوء القضايا المطروحة، يعني قضية المواطنة إذا قرأنا
الأوراق النقاشية لمولاي صاحب الجلالة سنجد أنه فكرة المواطنة أو موضوع المواطنة كان المحور الرئيس في هذه الأوراق. لذلك جاءت اللجنة العليا فكرت بأن نختار للمسابقة في العام الماضي المواطنة بصورة عامة. نتيجة الإقبال الرائع في السنة الماضية في عام 2015 على فكرة المواطنة وأهميتها وضرورتها والحوار اللي تم وطبيعة المسابقة، اللجنة العليا هذا العام ارتأت أن تركز أكثر على جانب من جوانب المواطنة وهي المواطنة الفاعلة. كيف ننتقل بمواطنتنا من المشاعر ومن الأحاسيس إلى السلوك والعمل؟ لذلك قلنا المواطن الفاعل كما سيتحدث زميلي بعد قليل، المواطن الفاعل ليس فقط بالمشاعر وبأحاسيسه وإنما بسلوكه في المجتمع. لذلك التركيز على اختيارنا للسنة الثانية على التوالي يعني فرع من فروع المواطنة بصورة عامة نتيجة حقيقة لما نعيشه الآن، وخاصة نحن مقبلين على استحقاقات وطنية، انتخابات على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي. كيف نسلك بصورة تخدم الوطن؟ هذا هو السؤال المطروح، وهذه راح يركز عليها الزميل الخلايلة بعد قليل، أنه بالفعل بنا شبابنا في المدارس ومن خلال أسرهم يصلوا لقناعة أنه إحنا نستطيع أن نشارك ونخدم وطننا بصورة أفضل إذا كنا بالفعل مواطنين. المواطن لا، الانتماء يكون للوطن وليس لما هو أقل من هذا الوطن. لذلك اختيارنا كان بناء على ما يدور في المجتمع الأردني، ونتيجة تجربتنا في العام الماضي في موضوع المواطن بصورة عامة وجدنا أنه بدنا نركز هذا العام على فكرة السلوك. لا يكفي أن نتغنى في وطننا، لا يكفي أن نتحدث عن الوطن، التحدي كيف نسلك بما يتفق مع مشاعرنا. كلنا نحن نحب وطننا، لكن قد يكون الاختلاف بيننا في سلوكنا. الحب الجميع يحب وطن والجميع منتمي، لكن السلوك هو المعيار الأساس لمدى فاعلية هذه المواطنة. نعم نعم دكتور. دكتور صالح، يعني هاي السنة الأدوات اللي استخدمتوها فعلا هي أوفلاين وأونلاين، يعني على الأدوات المطبوعة وعلى الإنترنت بين مواقع التواصل الاجتماعي وويب سايت وكذا، وهذا يعني موضوع مهم جدا للوصول أكثر لفئة الطلبة، لأن نحن بنعرف يعني معظم الطلبة وأكثر من 90% من الطلبة عندهم أكسس أو وصول للإنترنت. فلو سمحت تحكي لنا عن الأدوات كلها اللي استخدمتوها هاي السنة. شكرا لكم وشكرا لقناة رؤية على المبادرة، وهي مبادرة دائما في دعم وشريك لمسابقة الملكة علياء المسؤولية الاجتماعية. حقيقة تحدث معالي عن كثير من الجوانب، ولكن أنا سأغوص في الناحية العلمية والناحية زي ما يقولوها المطبخ اللي بتنطبخ فيه المسابقة. المسابقة كل سنة في لها ثيم معين. العام كانت يعني بشكل على المواطنة بشكل عام والمواطنة الفاعلة، تحدثنا عن الحقوق والواجبات، ترجمناها إلى مطبوعات ومسابقة وما إلى ذلك. السنة هذه ارتئينا طبعا بالاتفاق مع اللجنة العليا اللي برأسها معالي دكتور عاطف عضيبات، ان يكون الان شعار بادر لقوة وطنك. يعني العام كان فيه الى شعار معا لوطني. نعم. السنة هاي باد هاشتاج طبعا بادر لقوة وطنك. نقعد في اللجنة العلمية بنشوف شو المواضيع. العام ركزنا على الحقوق والواجبات، السنة هذا على السلوكات والممارسات. طبعا شو عندنا على الساحه. نعم. الساحه يعني ممارسات، انك تكون يعني الان مقبلين على استحقاق دستوري. نعم. الانتخابات النيابيه، الشباب، فئه الشباب الموجودين في المدارس واللي لهم اسر واللي لهم عائلات ايضا، كيف راح تكون مشاركه الشباب في اختيار حسب معطيات حسب كذا او عشيره او ما الى ذلك، ام معطيات القناعات وفكر الشباب الجديد اللي بده يطور اللي بده يصلح اللي بده يحدث. يعني هناك في الاوراق النقاشيه اللي تحدث عنها جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين، انه بدنا فكر جديد، بدنا اشياء جديده، بدنا يبادروا، بدنا حكومات برلمانيه وما الى ذلك. فكيف فئه الشباب راح تكون في المستقبل؟ فهي الفئه اللي احنا بنخاطبها اللي هي فئه الشباب في المدارس وفئه الشباب في الجامعات ايضا. في عنا بنترجمها ايضا الى ممارسات، شو بصير عنا على الساحه. هسه في عنا مثلا تهديدات، اذا انت كشاب معين وكذا بتشوف انه في شيء بهدد بلدك او وطنك، كل شيء بدك تبلغ عنه. في يعني كلنا مسؤولون، حطينا شعار كلنا مسؤولون. فاي شيء بهدد ولائنا وانتمائنا لهذا البلد بدك تبلغ عنه حتى نقدر انه يعني نحمي بلدنا. ففي اشياء احنا نحافظ على نعمه الامن والامان. يعني كان من ضمن البوسترات انه كيف عائله قاعده وكذا، امن وامان
وبتشوف على التلفزيون المحيط الملتهب اللي حوالين صحيح. حوالينا احنا كوطن. فنوع من المواطنة انك تأمن بلدك تحافظ عليه. ايضا من ضمن الرسائل اللي من ضمنها ايضا قيم الحوار، كيف ترجمناها؟ انك انت داخل مدرسة ما يكون في عندك عنف مدرسي، تلتجئ الحوار، يعني زي ما بقول حط ايديك ورا ظهرك دائما مثل الملعب والحكم، ودائما تحدث في الملعب. اذا انت رفعت ايدك هيك بدي يطلعك برا، انها دلالات يعني ابدا كدلالات معينه. فدائما يعني منظومه قيميه صحيح. منظومه قيميه احنا بنترجمها الى ممارسات، وهذه الممارسات ايضا من ضمن قيم بلدك ووطنك. نعم. نعم. طب دكتور صالح، قبل ما نرجع للدكتور عاطف، احنا سمعنا في بعض المواقع انه هناك اجبار على شراء القسائم، قسائم المسابقه، احكي لنا اكثر عن هالموضوع. القسائم هي اختياريه وليست اجباريه، يستطيع اي 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 طالب كان يعني شراءها بدون اجبار. حتى احنا في المسابقه يعني نصدر بطاقات تقريبا 20% من حجم العينه كلياتها، بتحكي عن وزارة التربية والتعليم 20% فقط، وعملية اختيارية وليست إجبارية. يستطيع الطالب أنه يعني يأخذ المسابقة أو لا، هذه حرية، ما في إجبار في شراء الـ شو اسمه. نعم. اسمحي لي بس هذه النقطة لأنها مهمة، وأشكرك اللي طرحتيها. فعلا بعض وسائل الإعلام تناقلت والمواقع، لو كانت إجبارية معنى ذلك المشاركة من جميع الطلبة، احنا قلنا 600,000 طلابنا، أكثر من هيك طلاب جامعات مالك. نعم. لذلك حقيقة يعني إحنا الهدف الرئيسي أنه نتيح الفرصة لأمام الطالب، وهي ربع دينار يعني هو مبلغ بسيط، لكن أيضا ومع ذلك حريصين أنه ما يكون في إجبار لأي طالب بشراء هذه القسيمة. نعم جميل جدا. معليك الرسائل اللي بتطرحها المسابقة رسائل مهمة جدا وبتنعكس على الواقع وعلى المجتمع بشكل يعني مباشر، تحكي لنا عنها لو سمحت. الرسائل مثل ما تفضل سعادة الدكتور صالح، حقيقة الرسائل كلها تدور حول كيف ننتقل بالمواطنة من أحاسيس ومشاعر إلى سلوكيات. نعم. كيف نحاور بعض، كيف نقوم بدورنا الاجتماعي بمسؤولياتنا. نعم. إذا وجدنا سلوك خاطئ، سلوك مريب، سلوك مشين، مسؤولية المواطن أنه يتصل بالجهات المعنية للفت انتباههم إلى ذلك. نعم. هذه حقيقة يمكن احنا حاولنا في البوسترات الموجودة أنها تكون معبرة كيف بالفعل يعني أنه الإنسان يمارس هذا الدور بصورة حضارية وبصورة تخدم وطنه وتجعل من وطنه أقوى وأكثر أمنا. نعم. نعم. طب دكتور عاطف، احكي لنا أكثر عن الشراكة أو الشراكة الحقيقية بين الهيئات الرسمية والأهلية والتربوية ودورها في تحقيق تنمية. حقيقة ست روان، أنا أؤكد مرة أخرى أنه هذه المسابقة مبادرة فعلا متميزة من خلال حجم الشراكة أيضا بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الأهلية والمؤسسية، كما أشرت أنه هذه المسابقة بالفعل نموذج لهذه الشراكة. اللجنة العليا تضم أصحاب معالي من القطاع العام والقطاع الخاص والشركات والقطاع الأهلي والشباب، أيضا عملها كله تشاركي خلال يعني تنفيذ هذه المسابقة في المدارس والجامعات، المعلمين يشاركوا، مدراء التربية، مدراء المدارس، الكل حقيقة يشعر بأنه هذا عمل اجتماعي، عمل تطوعي، عمل وطني. وهذه أيضا فرصة أنه نشكر هذه الجهات الداعمة اللي بالفعل يعني تعكس جوهر إنساننا الأردني. وعندي قناعة أنه مؤسساتنا عندما تجد أنه هناك مسابقة ذات نفع وذات قيمة وذات مردود وفيها شفافية واضحة تتبرع بسخاء حقيقة. نعم. والإعلام أيضا أنتم الكدور كبير جدا، إحنا يمكن الإعلام ساهم ويساهم، وهذه مساهمة منكم حقيقة في نشر قيم ومبادئ هذه المسابقة ونشر قيم والمبادئ اللي بتخدم المجتمع وبتقود للتنمية البشرية. نعم. شكرا شكرا دكتور. دكتور صالح، كان في تعقيب كنت حابب تضيفه بعد ما شفنا البوسترات؟ تفضل. بعد ما شفنا البوسترات أيضا حبيت أكد أنه في عنا عدة فئات للمسابقة، فئة طلاب المدارس، فئة الجامعات، فئة المجتمع. أيضا فئة مثلا طلاب المدارس بكونوا عن طريق قسائم موجودة بتم إجابة عن أسئلة ووضعها في الصندوق. نعم. بالنسبة للجامعات هي عبارة عن عن طريق الموقع الإلكتروني، بأخذ قسيمة إلكترونية زي بشوطها. نعم. طبعا بجاوب على الأسئلة إلكترونيا وبوديها إلكترونيا، هذا بالنسبة للجامعات. وأيضا في سؤال الموقع في سؤال الموقع للجميع أنه كيف تعزز قيم المواطنة في بلدك؟ هذا سؤال للجميع يعني إلكتروني. صح. على الموقع طبعا بجاوبه www.qac.jo وبيقدر يدخل عليها ويشارك أيضا
انه شو بعض القيم اللي انت ممكن تعزز فيها ولائك وانتمائك لمواطنتك ولبلدك الاردن ولقيادتك الهاشميه. فهذه يعني هذه جيده لكل المجتمع. فعن طريق السؤال الموقع الالكتروني بيقدر يدخل ويجاوب كيف تعزز قيم المواطنه في بلدك. بلاقي عند الشباب بعض المبادرات ممكن يبادر في صح. في معلومه صح. في مبادره في مشروع يعني بسيط اللي يقدر يكتب لنا اياه على الموقع واحنا ان شاء الله في له ايضا جوائز أكيد. سؤال المسابقه. يعني كل الشكر لكم على حضوركم معنا اليوم وشكر ايضا على جهودكم يعني من 21 عام لهلا الجائزه وهي دائما في تالق. شكرا لوجودكم معنا واهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. شكرا شكرا شكرا.